ليالي رمضان. ليالي رمضان. ليالي رمضان. صحش لي بدكم من جديد، اهلا وسهلا بما يوصلكم صوتنا ليالي رمضان. كيف ما العاده كل نهار ما رتحنا حتى نهار معاكم مع ضيوفنا وتصريحات ضيوفنا بخصوص الاعمال الرمضانيه. الليله ضيفنا سبيسيال بعين كبيره باش يشوف الاعمال الرمضانيه اللي تعديت السنه، من الدراما الى الاعمال الكوميديه خاصه، وان شفناه لسنوات في الكوميديا ضماره محليه خفيف روح برشا. دونك باش نعرفوا علاش السينما هوش موجود، ولو انه فما دور ثاني بغيت نحكيوا عليه، دور ضيف شرف، وفرحانين برشا انه يكون معنا بعين كبيره. بعين كبيره. الفنان لطفي بونطقة، صحة شريبتك، مرحبا بيك. صحة شريبتك، صحة شريبتكم، صحة بريكتكم، صحة شربتكم، صحة عليك، مرحبا بيك. يعيشك سيدي، احنا فرحانين اللي انت موجود معنا. شكرا على تلبيه الدعوه، وان شاء الله رمضانك مبروك، ولو انه في اخر ايام رمضان. ان شاء الله العيد مبروك. ان شاء الله العيد مبروك بقدره ربي ان شاء الله. لطفي بونطقة، معناها رمضان السنه كيفاش عديته؟ خلينا نقولوا ساعه شنو احوالك، كيفاش عديت رمضان جوستمون؟ والله رمضان هو ما نعرفش، انا سمع عباد يهولوه ولا يعملوا منه حكايه ولا يحشوا، ولا هو رمضان نتاع بركه، نتاع خير، نتاع صبر، نتاع انسان يحضر لك الناس. وعلاش انسان يصبر نهار كامل باش ما ياكلش وما يشربش باش يحس بك القلاله، بك الزواوله، بك الجواعه بالفقراء. الاكثر الاقل يتعدى بصبر ويتعدى بثواب. والسنه جايه خفيف، شفنا في افريل الشتاء تصب، شفنا طقس بارد ما تعبناش فيه الحمد لله. ربي معناها أخجلتنا بعفوك ومعناها طيبتك وعلى عبيدك، هذا نجم أقول الحمد لله يا ربي الحمد لله. المهم الصحة لباس، وأهم حاجة، أهم حاجة هي رأس مالنا الصحة. لطفي بونطقة، في شنو تفرجت؟ خاطر نعرف اللي أنت يظهري ديما تحب تفرج بعد ما يوفى رمضان ترجع تتفرج. أي والله ديما نحب نقول هكايا، وثم ناس يقول لك علاش يحكي هكا وبالكش مش بالحق. هو ما ثماش علاش باش نقول كلمة معناها مش في بلاصتها ولا باش نكذب، ثماش علاش معناها ثم تخمة نتاع برامج. خاطر احنا الأعمال التلفزية نشوفوا المسلسلات الكل مع بعضها، نشوفوا لي سيت كوم الكل مع بعضهم، ونشوفوا الكاميرا كاشي مع بعضهم، فرد وقت فرد توقيت، هذاك علاش يخلي التخمة هذيك تتشتت. كان مش تفرج في عمل وتظلم العمل الآخر، نولي أنا نخير باش بعد رمضان ناخذ الوقت. اتيرتو تسمى برشا إشهار يقلق الواحد، فك الإشهار هذاك يحب يمشي يشوف قناة أخرى بالتوازي اون باراليل، فتضيع الخيط. ساعات تنسى حتى فاش كنت تتفرج، لانه ثم إشهار وثم بيبليسيتي. هو الإشهار ولا فيه ضمار ولا فيه أحداث ولا فيه ضحكة؟ كيفاش تغير الاشهار توا؟ اي لا تغير، ما باللي باش يكون يبقى اشهار، ماهوش مسلسل ولا سيت كوم. تويتي فازا كيما حليلي ناح حليلي عليهم، هم مش علينا حلوة ظامر الفازا وتعجبني هذا، مش الكلهم معناها في فرض مستوى وفرض ضمار. هذيك علاش معناها باش نحوصل لك عادي جدا انه نتفرج بعد رمضان، بالرغم انه السنه شاهدت براءة بصراحه شدني على الاخر. برشا ناس يقولوا شنو شدك في براءة هاي؟ الحكاية هذيك تجبدت ولا شنو اللي شدك سلطفي؟ على العرف الجاري، هو خلينا نكونوا متفقين احنا ثم وإلا ما ثماش الحكاية هذيك، هي موجودة. نشوفوا احنا في جينيريك ديما يحطوا من خيال الكاتب السيناريست، لا يمت للواقع بصلة. هو تفكيره هو مخه هو عطاه باش يكون التسلسل بتاع الأحداث هكاكا، بالرغم من أني عندي عليه بعض الملاحظات وبعض ما نتوافقش معاه. يجي مثلا شيخ مش شيخ معناها العدول العدل الإشهاد وبش يكتب، ما عندوش حق بش يكتب، رجل قانون ويكتب هو معرسين، هو علاش يكونوا زوز شهاد زوز شهود؟ الزوز هذوك من أهل الثقة، مش يقولوا السيد هذا في حل وفي ما عنده حتى ارتباط وحتى زواج. كي تجيب انت عاد الاشياء فهمت اللي هي غلطه من الاغلاط.
دي بتي ديتاي معناها كانوا ينجموا يكونوا زاد عزيز جبالي كانت المطر تصب خطير من السماء وقت يدخل الدار معناها البلوزون شايحه بلا شويه حاجات بسيطه كما هذوما نتاع السكريبت كتبت المخرج من المفروض انها ترد بالها في حاجات كما هذوما يعني خاطر يضحكوا علينا الناس كي يبدا انسان في مطر كي الفلوس ويدخل للدار وهو شايح ما تجيش فهمت بقينا كما قلت لك معناها العمل انا ضد انه ثم حاجات تابو فهمت ثم حاجات ما يتمسوش ما يتحكيش عليهم عادي جدا تجبد بطريقته هو بمخه هو بتفكيره هو تبعته انا العمل هذا شخصيا معناه شدني كل كلمه حق في العمل هذا بالنسبه للممثلين زاد اللي كانوا حاضرين شكون كان لك بالنسبه ليك مفاجأة او انت اغلبهم تعرفهم والله تفاجأت بالطفله هذيك اللي مثلت دور المعينه المنزليه احلام لفقي اي الطفله هذيك معناها ما نعرفهاش قبل فاجأتني بالنسبه لي انا كنجم تاخذ احسن دور لي شيء سوى لانه مثلا كتاخذ فتح الاداوي عملاق البارح معناها حضرنا في توزيع الجوائز وتحصل هو على نصيب الاسد وفتح ممثل عالمي انا نعرفه كي عمل معنا مراجعه سيناريو الحنب على الجاريه حموده انا وعفيف اللقاني عيناته اداره التلفزه الوطنيه وكان معناها على قدر عالي من الاخلاق ومن التواضع فتح الهداوي ممثل كبير برشا ومفخره لنا كتوانسه هذا نقولوا على مسؤوليتي ويهمني كان انا شخصيا لطفي بندق الطفله هذيك معناها باش تمثل مع عمالقه فتح الهداوي من هنا وريبريه من هنا وكوثر الباردي معناها والسياري وتكون هي بك التلقائيه هذيك هذيك الدور مرة تكون مدينة ومرة تولي راقصة هذيك ما عندها فيه حتى دخل هي لكن الطفلة مع الأداء نحكي على الأداء أنا عمري مريتها وعمري ما حكيت معها وما نعرف إيش كلمة حق فيها كانت متميزة جدا حسب رأيي به لا يحز في نفس لطفي بندقة أنه ما يكونش موجود في الأعمال هو يحز وما يحزش هاو عليه كيفاش انا نمر بحاجه اللي ربي سبحانه وتعالى تبدا حاجه كاتبه ما ينهج منها حتى حد وانا انسان خدام الناس كل تعرف مره اخرى تعديت مع شادي العرفاوي في برنامج طبخ قالت نجموا تقولوا لي تحبوا على لطفي بندقه في الخدمه معناها ما ريتش انسان خدام كيما لطفي في احنا في حنا بعد ونعمله في برنامج في مسلسل وقتها سيت كوم اسمه في قهوة جلول ويشوفني أنا كيفاش نزل كيب تكنيك وبكرهبتي وبعد نزل ممثلين وبعد نصوره في حنا بعد في حومتنا 7 سنين على التوالي معناها كانت العمل ناجح بنسبة معينة ما إن الكمال لله ما ينجمش يكون ناجح نجاح مطلق لكن حنا بعد في حومتنا شدت الناس والإدارة معناها امتحنا بعد جدد الثقة في الشخص المتواضع فمعناها كانت تجربة ممتازة جدا عملت الاتجاه المشاكس مجلس الشيوخ وأنا نحب نلعب في وسط العام ديجا في نسبة المشاهدة مرة يقولوا دليلك ملك كل اتجاه المشاكس يتنافساني على المرتبة الأولى برنامج ألعاب يحط في مليار ربح وإنتي في حتى فرنك يرحم عزوز الشناوي اللي كتب معايا معايا بوبو العريس معايا جلال اسمه مرتعد بن يونس معناه ممثلين ممتازين خدموا معايا خديجه بن عارفه الله يرحمها دلند عبد الله يرحمها حبيت باش نرجع لسؤالك حبيت نكون متواجد السنه وكان من المفروض باش نكون متواجد انا وعبد الحميد قياس جا تقابلنا قبيله في راديو اي اف ام استدعانا وليد زريات وقعدنا نحكيو كان من المفروض باش نخدموا في وسط العام من سبتمبر فما سيت كوم ومنوعه تلفزيونيه فيها دي روبريك مزيانين برشا فيها كاريكاتير على الوضع باش ندوم ساعه ونص كل نهار ثلاث وتبرمجت ما كتب لهاش وكانت بتتواصل حتى في رمضان ربي ما حبش ما كتبش عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم بالك معناها في البرمجه الجديده يكون موجود العمل هذايا ان شاء الله وكاو معناها حبيت نكون موجود بعمل في دور كبير كما قلت انت قبيله كان في البلاس معناها في البلاس كنت ضيف شرف المجموعه اللي في البلاس اي تفضل واصل ان شاء الله غدوه يدور ولا بعد غدوه في قناه الحنا بعل ناس بكري قالوا المنجا سونيا سافي وهي المخرجة ومعدة العمل كل حلقة فيها مرة سلاح مصدق مرة العبد لله مرة عزيزة بولابيار فكان العمل هذا معناه على طريقة عبد العزيز العروي فيه راوي يروي ومن بعد تشوف أمثال شعبية يتجسدوا في عمل يدوم 25 دقيقة إن شاء الله العمل اللي يعجب الناس وقاعد ماخو صدى طيب لحد الآن الحمد لله 28 هو كل يوم في قناة حنا بعل على حنا بعل به في البلاس فما تشكيلة
سحرية أنا شفتها، وممكن حتى برشا حكيوا عليها، تشكيلة هبية من مجموعة فيها الشباب كما فيها الكبيرة ريم زريبي. بالمناسبة يعطيها الصحة، سمحني قصت عليك، تحصلت على الجائزة الأولى البارح كأحسن ممثلة كوميدية على دور البلس. تستاهل يعني، وسنة برشا شكروها في دورها في البلس، ودور صعيب، دور مركب، هو زهايمر ودنيا بالضبط، مرة يحضر مرة يغيب العقل. لهنا في التشكيله هذه انت ممكن حضرت مره، ولكن قعدت تبع فيه البلاس اكيد، راك تفرجت فيه بوغ فوار معناتها، شفت مش بالقدا باش نكون صادق معاك، معناها ما تبعتوش بالكل، لكن انا وقت اللي جاتني الفرصه واتصلوا بيا وكلمني المخرج بيدو زياد لي تايم، نوجه له تحيه، الممثل المخرج هذا شاب، وهو اللي عمل مسلسل الحجامه، السيت كوم الحجامه، فعلى قدر عالي من الاخلاق، وكي طلبني قال لي في قدرك عالي، وإحنا حبينا نكلموك على السيت كوم في دور ضيف شرف، حبينا انتم الكبار كبرنا معاكم، حبيناكم تفرجنا في اعمالكم، يشرفنا تكون موجود معنا، ما تنجمش ترفض مع كلام كيما هذا. وانا انا انا ضد انه نمن بدور كبير ودور صغير. ثم ممثل كبير وممثل صغير بالضبط، فانت كي كبروا بيك يقول لك راك ضيف شرف وباش يتواصل العمل، ولما لا تكون معناها مستقبلا من احد ابطال العمل، ولما لا انا ما يقلقنيش، معناها ديجا تعرفت على مخرج محلاه، حضرت في البلاتو مع عباد محلاهم، تقنيين ممتازين، فضلكنا ضحكنا لعبنا، ناس هذوما محلاهم يقدروا الممثل برشا، كي تجي خارج يمدولك فلوسك، وهذه أول مرة أنا نراها بصراحة في تونس في التمثيل، هتشوف ساعات يسكروا تليفوناتهم، ساعات ما يطلبوكش، ساعات تبدا تجري، ساعات كما معناها كما تشوف انت هشام رستم في العمر هذاك وفي القدر هذاك، وعلى وعامل اضراب جوع وجماعتين معناها يعلم بيه ربي كيفاش اكل اضراب جوع وهو في العمر هذاك، وما خداش حتى فرانك لتوا، مش فلوس، قدر، معناها انسان كي تقدروا اكثر من هكذا، فنان يبدا في عمر معين وسن معين، والقدر به للفنانين الكبار خاصة. في حنبعل فما تشكيلة وممثلين اللي خرجوا من حنبعل معك انت لطفي بنطقة، اليوم لو معناتها توجد هالفرصة مرة أخرى، شكون تختار من الشباب خلينا نحكي، ومعناها من الشباب اللي شفتوا معناتها في ثلاثة سنين الأخرى خلينا نقوله، شكون تختار؟ كون الناس اللي عجبوك تقول هذوما باش نختارهم، باش نخدم معاهم خدمه مزينه، تكون الفكره شوف فكرتك، شوف كنا صادق معاك، مستانس معناها معايا بدا جعفر القاسمي في حنبعل في حومتنا، وهو بيدو قال معناها انا وقتها ما زلت ايتوديون ومبيت عند العساس، ولطفي معناها اعطاني فرصتي، ريم الزريبي ريم زاد جبتها معايا وهي في معناها ممثله كبيره، وحصل لي شرف انها خدمت معايا ريم الرياحي زاد، لكن اللي خرجوا في ركن غدن اللي مشهور بسام الحمراوي، أوس المسعودي البارح دارك في توزيع الجوائز، قال للعبيد كلهم قاعدين قالوا انا باش نقول كلمه حق في شخص لطفي بنطقة، من الناس اللي عطاوني فرصتي في بدايه المسيره نتاعي، أوس المسعودي، وليد الزين، أنيس الباجي، معناها والقائمه تطول، فانا مش انا معناها حليت الباب، هما حلوا لي الباب وانا اعطيت الفرصه لغيري، خاطر انا نمل بالتواصل، معناها احنا خذينا على السملالي والمرالي، حضرنا على الامين نادي ونور الدين بن عياد، خدمت انا مع نور الدين من بعد في جاري حموده، وعشتك التجربه مع ناس كيما هذوكم، بعد جيل الجيل بتاع جعفر القاسمي، بعد جيل الجيل بتاع بسام الحمراوي، كيما عم ناول في ابن خلدون، ثلاثه اجيال خدمت انا ودليله مفتاحي وجعفر القاسمي ولي مثلت خميسه سماح دشراوي فرد جينيراسيون مع بعضهم، وكريم وبسام الحمراوي، ثلاثه اجيال هذوما تواصلنا، وكان من المفروض باش يتواصل العمل هذا على ثلاثه سنين. ثم هنات فيه، كان ينجم يتصلح وكان ينجم يتواصل، إدارة أسامة الفاري خير باش يكون الفوندو دوزيام بارتي. فأنا معناه من الناس اللي نحب التواصل، نحب التجربة، معناه إجابة على سؤالك، نحبك التواصل الأجيال، نحب نتعامل، معناه ما كنتش نتصور أنا بسام الحمراوي وكريم الغربي بك الأخلاق العالية ذيك وسي لطفي وتبدأ ثم أنا جاك في الأخر نختم بيت ثم فان نقول له قولها أنت، قولي ليش قولي ليه قولها أنت، معناها حسينا بعشرة بورتون
معناها العمل ما دامش اكثر من شهر ونص ولا شهرين، لكنك الفتره اللي عديناها مع بعضنا ثم حب كبير وثم صدق كبير وثم معزه كبيره، وهذاك هو وتتواصل الحياه، معناها التجارب الاجيال جيل ياخو على جيل اخر. نرجع لسؤالي مره اخرى خاطر ما جاوبنيش عليه، الاسامي من الجيل نتاع توا اللي تشوفهم تقول علاش ما معناها نعيط لهم ويخدموا معايا؟ مش نعيط لهم، هو ثم تجارب كما عزيز الجبالي مثلا، كنا باش نكتبوا كتبت مسرحيه وليد زريات وقت كتبها، وكان من المفروض باش نعملوا انا وياه، معناها انا البو هو ولدي، فهمت، زوز بركه على الركح، فهمت، انا الاجي هذوما جدد برشا باش نكون صادق معاك، والله ما نعرفهمش المليح مليح، ما نتبعش ياسر، معناها هما مكثرهم يظهروا تلفزيا بعد يظهروا معناها من الاول مسرحيا بعد تلفزيا، فهمت، اما انا معناها هاني قلت لك، معناها جاوبتك بطريقه غير مباشره، قلت لك انا مع انه نكون متواجد مع الاجيال الجديده يشرفني برشا، نفرح برشا، خاطر التواصل انك حتى في التجربه نتاعي ديما مثلا كما بعلوش مثلا اول مره بين معايا في سيت كوم راديو في اكسبريس اف ام، فهمت، معناها من بعد الاعمال اللي نخدمهم ديما نحب الدم الجديد، نحب لي جون، سواء في الكتيبه سواء في التمثيل، من اللي كانت حنا بعال في حومتنا والا جاريه حموده والا الاتجاه المشاهد، ديما مع الدم الجديد ومع الشباب، مع الشباب، يعني رجعت لكلامك اللي ما يخلي من نحب الظهور مع لي جون، مع لي جون. تغيرت ضحكه التونسي اليوم؟ صعبت؟ سهلت؟ صعبت على خاطر كانت تلقائيه كبيره قبل، كنا احنا ثم تلقائيه في الضحكه من قبل، احنا خاطر كي نسمعوا قبل شناب في الراديو ما نعرفش كان خلطش عليه قبل انت، والا نحصل لي شرف خدمت مع امي تراكي اللي هي معناها الزهره فايده عمليقه التمثيل في تونس، وحصل لي شرف مثلا ابحث معنا دور بطوله ديجا قاعدين يعاودوه ساعه في الوطنيه الثانيه، معناها الضحكه كانت فيها تلقائيه اكثر، تو ثم استسهال، تو لي جون هذوما بالحق فيهم قماش ممتاز، نقولوا احنا عنده القماش، لكن تحس ساعات ثم نوع من الاستسهال او كيك برا كيك، احنا قبل ثم تلقائيه نتعبوا شويه نحاولوا السيناريو نكتبوه وما نكونوش راضيين على رواحنا، تو نشوف لي جون بالرغم من اللي فيهم اللي ممتازين لكن فيهم زاد اللي يستسهل برشا. غابت الكوميديا؟ ما تغيبش، الكوميديا ديما موجوده، اما هاني قلت لك الزمار نقص، باش نكون صادق معك، بين الجيل اللي قبلنا والجيلنا احنا والجيل هذايا تحس اللي الكوميديا ما تغيبش، هي ديما هي موجوده، هي في السكتش ولا في السيت كوم ولا في الكاميرا كاشي ولا لكن كيما الكاميرا كاشي شنو هو الضحك انك تجيب صيد مثلا ولا نمر ولا كيما دعيم الجاني مريضه قالت لي ضربها البراءه ولات معناها بالسكر التمساح اللي سايبوه عليه، اخي تسايب على واحد تمساح ولا صيد وبعد تقول له نلعب معك نضحك معك، انا ضد الحاجات اللي فيهم معناها تخويف وفيهم رعب، ما نحبهمش بصراحه. معناها نجم نلقاو لطفي بنطقة زادة في كاميرا كاشي، نجم تخمم باش تعمل كاميرا كاشي العام الجاي؟ لا نخمم نعمل كاميرا كاشي، اما ضد الكاميرا، انا كي عملت كاميرا كاشي عملت قبل 7 أو 8 مرات، اما في جديد لانه كانه معناها فكره الكاميرا كاشي ولات ماشيه ديما في اللي قلت كنت تحكي فيه انت. اي انا ما نعملش هكاك، ما نكذبش عليك، يا اما نقعد هكاك وما نعمل كاميرا كاشي فيها رعب، ما نكذبش عليك، ما نجمش، هما تولوا على طريقة رامز، راهو رامز جزائري كومكو يعمل فك النوعية هذيك، وهما يحبوا يقلدوها ويحبوا شنو، كل واحد ورايه راهو، كل واحد رايه يلزمه كان هو، أنا ضدها، ضد أنا حاجة فيها ضحكة باش نضحك الإنسان بالرعب والناس تتفرج يضربوا السكر ولا الدم، يا سيدي مريض طلع السيد هذاك عنده القلب، قلبه وقف، إيش عمل؟ بعد نجي نبوس ها 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 كاميرا كاشي لا سمحت يا لطفي انا يعطيك الصحه سي لطفي على مداخلتك معنا لليوم، شكرا ليك، نشكرك برشا، سعداء برشا اللي كنت معنا، نحبوا نسمعوا هالسوايت ونحبوا نشوفوه زاده، مش كان نسمعوا ان شاء الله على قريب، انا كما قلت ديما نحب نخدم وسط العام ان شاء الله العمل هذا من سبتمبر، انا حكيت انا عبد الحميد قيس اليوم نحضروا لما لا يكون في وسط العام مره في الاسبوع ومثال نعملوا تجربه جديده، نرسيو تقاليد جديده، يزي من رمضان ناكلوا البريك الكل والشوربه الكل والمسلسلات الكل، خاطر قبل كانوا المسلسلات في وسط
كانت ثم تيلي فيلم مثلا شريط تلفزي مرة في الشهر، هذه تنحات التقاليد هذه، إن شاء الله ترجع بشوية بشوية، وإن شاء الله هنا نبدأ في وسط العام من سبتمبر نكون موجودة على شاشة. برادي قبل ما نختم معاك، فما كلمة قويين كنت نستنى أنه باش يطلع لنا لطفي بنطقة هنا، كيف في كينيا ما كانش؟ والله المخرج خير باش كنت نشوفها أنا ولطفي بنطقة باش يطلع من زاوية من الزاوية، معناها أنا كتبتها قويين قويين، أنا خرجتها في الكتاب متاعي في بندقيات. فهمت؟ عبد الحميد بوشناق خير باش يعيط الممثل اللي مثلها معايا، وأنا عيط له الممثل هذاك منجي بن سعيد. شنو تحبني نقول لك؟ ما نجمش نعطي حتى رأي. علاش ما تنجمش تعطي حتى رأي؟ ما تكون ما نجمش نقول لك أخي، أنا باش نقول له جيبني بالسيف. لا مش هذا القصد، لأنه شفنا مثلا نور الدين بن عياش، شفنا منجي العوني، رجعوا الذكريات نتاع التلفزة نتاع قبل، فاست البن والمخشوش ومع نجيب الخطاب دونك شفنا هكا فما نوستالجي. كيف يكون صاحب العمل موجود قداش ترجعنا كتصويرة هذيك، لكن نوستالجي هذيك. السؤال هذا أنا يعني شو عندي حتى إجابة، كان ينجم ينادي لي، كان ينجم نكون أنا حاضر على الأعمال اللي حكيتهم، هذوما الأعمال اللي كنت نحكيك فيهم. حتى ريح المسك قاعد يتعاود توا، دور الزمجري أنا وعجب برشا ناس قاعد يتعاود، معناها هذاك الكل ما راني في حتى شيء، أنا ما نجمش نقول له عديني. ما تغششت أنت معناها، أنا ماذا بيا نكون موجود معاك؟ لا فهمت؟ يعني نجم هو ثم أعمال ناجحة، امبارح سلم عليا بحرارة، وينك تيلوتفي وينك شنو؟ عملنا تجربة من الأول أنا وعبد الحميد ونعيم الجاني في الحلقة النموذجية في أبي مبروك، وقتها قبل ما يتعرف عبد الحميد نادالي وقتها، بعد ما ناديليش، أنا من الناس اللي من نعرف قدري ونعرف حدودي، كان ناديت لي وأنا عندي الإضافة والنجم نكون موجود. اللي ليك مثلا الدور اللي أنا بتاع اللي بالجبة وقتها بتاع العدل إشهاد نجح، من بعد الهربة نجح، كنا باش نعملوا الهربة 2، فهمت؟ ما معناها انا من الناس اللي ممثل في بطاقه الاحتراف نتاعي، ممثل محترف، اللي عيط لي وعندي الاضافه مرحبا، واللي مش نجاوب انا علاش ما عيط ليش ولا شنو، مش نقول لك ما عندي حتى اجابه. انت تغششت خاطر من اجابتك انا حسيتك متغشش. لا مش تغششت، ما هو كي تاخذ انت برشا اعمال ناجحه ومنهم عمل انا كتبته، انا اللي عملته انا نتاعي، حتى في كتاب بندقيات في اول سكتش حطيت قوين قوين، خاطر نجاح كبير. هيك هو مين يدي لي شنو تحبني نقول له؟ نمشي نقول له عديني؟ اي لا مش يعديك بعد ما تعديت الحلقه، ما تنجمش، لكن من بعد كي باش تشوف باش تحسها، ممكن كي باش تشوفها باش تحسها، وكها وهذا هو كمخرج وعنده اعمال فيها ممثلين وكل شيء. فهمت؟ من المفروض انه للناس هذوما اللي خدموا واللي تعبوا واللي كتبوا، هو كيف تكريم كي صار هكا، هذا هو هذا هو هذا هو هو تكريم. مرة استدعاني في شمس فان زهير الغداوي، هو اللي قال لي راهو تعديت، فهمت؟ ما سمعتش وما تفرجتش جمل. ما شفتهاش انت كيفاش تعديت؟ لا والله ما ريت، ما تفرجتش. ورجعت من بعد كيف قالك سهيل، رجعت تفرجت ولا لا؟ لا ما تفرجتش، ما شفتش. واش باش نتفرج؟ انسان ما استدعاكش باش تفرج في عمل عمله هو، وهو ما معناها ما كبرش بيك ولا ما جابكش ولا ما استدعاكش، اما نمن باللي خيرها في غيرها، معناها عسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم، ما تعديتش في العمل هذاك، نتعدى في اعمال ان شاء الله. علاش لا؟ علاش لا؟ كنت باش تكون متواجد انا وعبد الحميد، فهمت؟ برشا ما تعداوش عبد الحميد قياس والعديد من الممثلين اللي ما كانوش موجودين جدا، فهمت؟ قلقنيش. مش مشكل، كما قلت انت خيرها في غيرها، دونك الاعمال مازالت، فما برشا ناس حابين نشوفوهم في بعض السلسلات ما شفناهمش، علاش ليه في مرات جايه؟ ما شاء الله هو كان فما عدد كبير من الممثلين الكبار اللي حاضرين في كينيا ما كانش، والحظ نجم يكون في مرات اخرين يكونوا موجودين مع عبد الحميد بوشناق اللي هو غزر البرشا ناس وصدعاهم معناها، وهو كما قلت انت بالضبط سي لطفي، هذا نوع من انواع التكريم كي نلقى ممثلين يجيو هكا ويستحقوا حضروا مشاهد ومقاطع وكلام وسيناريوهات هكا قديمه، احنا بيدنا كمشاهدين ترجعنا لك الاعوام هذيك والايام هذيك. نشكرك برشا، يعيشك، شكرا على الاستضافه، يعيشك سيدي، احنا كنا فرحانين برشا، وان شاء الله ديما متالق، نحبوك برشا، نحبوا ضمارك بالتلقائيه نتاعك،
ونحبوا نشوفوك في التيلي زاد سور سين علاش لا دونك فوالا ان شاء الله ما جيتكم نوجد وحدنا هنا زاد عندك سكوب نتاعها باش تلم العديد من الممثلين الكبار اللي في تونس باش تكون معناها لمه كبيره نتاع ممثلين وعندي فيلم سينما اذا جا قاعد يعرض توا بعد رمضان باش يرجع من لو 5 مي باش يبدا يعرض نتاع اسمه لمسه لمعز كمون الفيلم هذا هذا ثالث فيلم نمثله معاه تشاركني البطوله وحده دريدي ومعناها مش ما شاء الله ما شاء الله بالضبط اي فوالا ناشط ما شاء الله موجودين توفى تلفزه نخرجوا من الاذاعه ربي يخليك يا سيدي مرحبا معامل قاعد يتعادل وريم وش اسمها الممثله معناها ممتازه هي نحبها برشا انا شتورو ما هي شتورو وكرام عزوز قاعد قاعده توا في مع جيرانكم مع كابافام وليما لا تواتي الفرصه زاده في راديو مات يكون شرف مرحبا وحنا اكثر يعطيك الصحه سي لطفي ان شاء الله عيدك مبروك وكل عام وانتم حيين بخير شكرا لك يعيشك سيدي والامه الاسلاميه خاصه الشعب الفلسطيني اللي ربي ينصره وربي يلطف به امين يا رب هذه والهجمه الكبيره من الصهاينه امين يا ربي شكرا لك يعيشك دونك ليلتك زينه سي لطفي بنطقه كان معنا في المباشر شكرا لكم انتم اللي تابعتونا تلقاو الفيديو كامله على صفحه الفيسبوك راديو ميت تونيزي